مؤسسة عالمية اسمها جونر اتشيفمنت وورلد وايد، تأسست عام 1919، هدفها زرع ثقافة العمل الحر، مبادرات الفردية مع تركيز على فئة الطلاب والشباب. عدة برامج يتقدمها جونر اتشيفمنت وإنجاز، ترتكز جميع البرامج على ثقافة العمل الحر، الجاهزية لسوق العمل والثقافة والمعرفة المالية. إنجاز توفر فرصة جدا ممتازة لطلاب الجامعات الراغبين في تعلم كيف يأسسوا شركات حقيقية في مدة 6 شهور، هذا الطلاب على مقاعدهم الدراسية عن طريق متطوعين من القطاع الخاص وعن طريق برنامج ومسابقة شركتي، راح يتعلموا أساسيات تأسيس وإدارة شركة حقيقية، إنتاج منتج حقيقي، تسويق هذا المنتج وبيعه في السوق لمدة 6 شهور، ومن ثم يصفي هذه الشركة. للراغبين في إكمال المشوار عندنا عدة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في الأخذ بيدهم ومساعدتهم لأخذ فكرتهم اللي جربوها مدة 6 شهور من دون ما يكون في عامل مخاطرة كبير، عامل ريسك ما كبير معنا في شركتي. إذا في مجموعة من الطلاب بعد ما يخلصوا شركتي ليهم الرغبة في إكمال المشوار، في مؤسسات كثيرة تنتظرهم، برامج كثيرة تنتظرهم، ومنها برنامج الوثبة، ممكن أنه يأخذ بيدهم، يتعاون معهم، يكبر فكرتهم اللي بدت في الجامعة ويحولهم إلى شركة ناشئة حقيقية، ومن ثم تمويلهم ودخول في شراكة معهم، تحول من مجرد شركة ناشئة إلى شركة صغيرة إلى شركة متوسطة، وفي يوم من الأيام إلى شركة كبيرة.